ابراهيم السيد، ابراهيم السيد ده الباك رايت. تمام. لا ارجع لي تاني بالهدف الاول، معلش يا دكتور. ده البنالتي اللي بقول لك عليها اسامه اهو. دي جايبين لك ضربه الجزاء يا كابتن بلال اللي كانت صحيحه في صحيح الاهلي. طبعا صحيح. بص مليون في الميه. بس خلي بالك لو يعني لو في فار والكوره عدت كمان، لو في فار برضه الفار مش هيحسب. ان الفار بتاع اليومين دول يعني ما بيحسبش برضه. الهدف الاول عايزينه يكون معانا، ان الهدف الاول التمريره الرائعه من ابراهيم السيد. ابراهيم السيد ده باك رايت، انه يضم في وسط الملعب ويدخل ويخترق لمحمد نصير الاستلام رائع. بيحط بطن رجله بمنتهى القوه، يعني بصراحه اختراق قوي من الباك رايت، خدها ودخل ورقص وبص كره ما بين الاثنين المساكين. انفراد الراجل حطها برده بكل هدوء بطن رجله. كان هدف يعني رائع، وتوقيته كمان من البدايه اللي احنا قلنا عليه، من البدايه الاهداف الاولانيه اللي بتيجي مبكره في ماتشات زي دي. يعني احنا نحس حتى بقيه الشوط كله بالنسبه للجونه انهم اللعيبه الهدفين همدوهم.